ومعالي الأخ نور الدين ري وزير الخارجية في الجمهورية التونسية الشقيقة، متمنين لهما كل التوفيق والسداد في مهام عملهما الجديد. أصحاب المعالي والسعادة والضيوف الكرام، ترأس العراق أعمال الدورة العادية 152 لمجلسكم الموقر، وقد شهدت تلك الدورة الممتدة من أيلول سبتمبر عام 2019 إلى آذار مارس عام 2020 تحديات وأحداث مهمة واجهت مسيرة العمل العربي المشترك، وقد تعامل المجلس معها وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية ومقررات القمم العربية، إذ عقد المجلس عدداً من الدورات الاستثنائية واتخذ القرارات والبيانات الوزارية المناسبة، وخاصة الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلسنا بناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على خلفية إعلان رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن إلى كيانه الغاصب. وبحث المجلس في دورة استثنائية أخرى متغيرات موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالف للقانون الدولي. وناقش المجلس في دورته الاستثنائية التي عقدت بتاريخ 12/10/2019 مخاطر التدخل التركي في شمال شرق سوريا، وفي حين حضر فخامة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية دورة المجلس الاستثنائية التي عقدت في الأول من شباط آذار فبراير الماضي لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى بصفقة القرن، إذ أجمعت الدول العربية على رفض تلك الصفقة ووضعت خطة مناسبة للتحرك العربي على المستوى الدولي وفي إطار منظومة الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي من خلال موقف متفق عليه عربياً يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وموحدة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم تحت إشراف الأمم المتحدة واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية. فضلاً عن ذلك، فإن المجلس على مستوى المندوبين الدائمين عقد دورة استثنائية لمناقشة موضوع افتتاح جمهورية البرازيل مكتباً تجارياً ودبلوماسياً لها في مدينة القدس، وقد وجهت رئاسة المجلس رسالة إلى وزير خارجية البرازيل عبرت فيها عن رفض الدول العربية لهذا التصرف الذي من شأنه أن يؤثر على العلاقات العربية البرازيلية. كما بعثنا برسالة مماثلة إلى وزير خارجية جمهورية هندورس لعزم بلاده افتتاح ممثلية تجارية في مدينة القدس المحتلة. السيدات والسادة الحضور، كما نود الإشارة إلى أن مجلسنا هذا ناقش جميع القضايا التي تخص الشأن العربي وخاصة قضايا اليمن وليبيا وسوريا، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، في حين ناقش المجلس لأول مرة قضية أمن الممرات المائية وحرية الملاحة في منطقة الخليج العربي وتأمين تدفق إمدادات الطاقة من هذه المنطقة الحيوية إلى كل أرجاء العالم، الأمر الذي أقلق العالم في الأشهر الماضية، وذلك على خلفية التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد طرحت في هذا الإطار
عدداً من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تشكيل التحالفات الدولية أو إنشاء قوة دولية في منطقة الخليج العربي لحماية الممرات المائية. وهنا نود الإشارة إلى أن العراق لا يؤيد المشاريع والمخططات التي تؤدي إلى رفع حالة التوتر في المنطقة، ونعتقد أن الدول المعنية المطلة على الخليج العربي قادرة على حماية أمنه ومناحته وأمن الملاحة، وقادرة تحقيق أعلى حالات التعاون والتنسيق والتواصل والتشاور الدائم مع أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب ومعالي الأمين العام والأمانة العامة لجامعة الدول العربية للعمل على دفع وتيرة العمل العربي المشترك باتجاه الدفاع عن القضايا العربية في المحافل الدولية. لقد تعاملت رئاسة المجلس خلال الدورة 152 مع القضايا العربية من منطلق حرص العراق ودعمه لكل الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى حل الصراع في ليبيا وسوريا واليمن بالطرق السلمية ونبذ الحلول العسكرية وعودة هذه البلدان الشقيقة لممارسة دورها الطبيعي في المنظومة العربية، وعلى وجه الخصوص استعادة سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية، مع التأكيد على موقف العراق الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة. وإن تحقيق الاستقرار في المنطقة لن يتحقق دون إيجاد حل عادل ودائم لقضية فلسطين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. أصحاب المعالي، اسمحوا لي أن أتقدم باسمكم وباسم وفد جمهورية العراق بجزيل الشكر والامتنان إلى معالي الأمين العام والأمناء العامين المساعدين ومديري الإدارات والموظفين على تعاونهم في إدارة أعمال الدورة 152 والاجتماعات الاستثنائية التي تخللتها. وتلخيصاً لما شهدته مدة رئاسة العراق للدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وخاصة فيما يتعلق بالاجتماعات الوزارية، أعدت المندوبية الدائمة لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية الكتيب الذي وزع على حضراتكم، وسيتم إيداعي نسخ منه في مكتبة الجامعة الموقرة. هذا هو الكتيب، سوف نهديه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. شكرا جزيلا. أصحاب المعالي والسعادة، في نهاية أعمال الدورة 152 أدعو معالي الأخ الوزير يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة لاستلام مهام رئاسة الدورة 153 مع تمنياتنا الأخوية الصادقة لمعاليه بالنجاح والموفقية في إدارة أعمال مجموعتنا العربية نحو مزيد من التعاون والترابط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على هذه الأمة بالخيرية، حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، معالي الأمين العام، الأخوة والأخوات جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن نتقدم بالشكر إلى معالي الأخ محمد علي الحكيم وزير الخارجية الجمهورية العراق الشقيقة على رئاسته الناجحة للدورة 152 لمجلسكم الموقر، مثمنين عالياً حكمته وجهده الموفق لتعزيز العمل العربي المشترك خلال توليه رئاسة تلك الدورة. كما نود أن نشكر أيضاً معالي الأخ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وجهاز الأمانة العامة على جهودهم المتواصلة لتفعيل آليات العمل العربي المشترك، وبما يعود بالنفع على دولنا وشعوبنا وأمتنا العربية. كما نحب نرحب باسمكم جميعاً بالأخوة الزملاء الجدد لوزراء الخارجية، معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، معالي نور الدين الري وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية الشقيقة، معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، معالي الدكتور ناصيف وزير خارجية والمغتربة بالجمهورية اللبنانية، والذين انضموا إلى مجلسكم الموقر والذين لا شك أنهم سيمثلون إضافة طيبة لأعمال هذا المجلس، متمنين للجميع التوفيق والسداد. يطيب لي هنا أن أعرب لكم باسم سلطنة عمان عن عميق التقدير والثناء لما أبديتموه من صدق المشاعر وجليل المواساة في مصاب الأمة برحيل صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، والذي كان عاملاً وناصحاً باذلاً ومشجعاً داعماً لهذه المؤسسة العريقة، متمسكاً مع إخوانه القادة بكل ما من شأنه الحفاظ على البيت العربي الجامع. وفي هذا الصدد نود أن نؤكد على المضي وفقاً لهذه الثوابت بكل إخلاص، وقد تجلى ذلك في خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه عند توليه مقاليد الحكم في 11 من يناير من هذا العام، حين أكد جلالته حفظه الله ورعاه على الاستمرار في دعم جامعة الدول العربية والتعاون مع زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف الجامعة العربية والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، اسمحوا لي أن نذكر بعضنا بعضاً عند ترأس سلطنة عمان للدورة 135 لمجلس الجامعة العربية في مارس عام 2011، وأقتبس مما ورد في كلمة الرئاسة في حينه: إن أمتنا العربية تمر بمرحلة دقيقة وتعيش أحداثاً ضخمة لم يحدث لها مثيل في تاريخ الأمة الحديث، وأن هذه الأحداث والتي كانت تعتبر زلزالاً بشرياً مجدداً لا شك أنه سيقود إلى ميلاد نهضة عربية جديدة، وأن هذه النهضة تقوم على أكتاف الجيل الجديد من شباب الأمة
الذي يشكل أملها ومستقبلها. انتهى الاقتباس. اليوم ونحن نكتمل في مجلس الجامعة العربية الدورة 153، ماذا نقول فيما قدم وما تحدث؟ في طموحات أمتنا منذ 11 عاما لقد تحولت إلى هذه الطموحات والتي رجونا تحقيقها إلى حالة من الدمار والفرقة، وبدأ أن نخرج من ضيق الحياة، وقد دخلنا إلى مرحلة صراعات الفئات وعصبيات الجاهلية الجديدة. وبدل أن نقيم التواصل الإيجابي مع دول وثقافات عالمية، فإذا بالعالم الحديث يصاب بالملل والضيق من تصرفاتنا بسبب فقدان قدرتنا على الشراكة العالمية الإيجابية. وبدلاً أن نكون في مقدمة الركب العالمي ونحن العرب خير أمة أخرجت للناس، فإذا بنا على عكس ذلك من الضعف وشرود الذهن ووهن العزيمة وفقد القدرة على حماية أقل القليل من تراثنا وكرامتنا الإنسانية. لهذا فإنه من الواجب على هذا المجلس مرة أخرى العمل للنظر في الصورة التي وصلنا إليها، وأن لا نهرب من واجب العطاء وإعادة هيكلة العمل العربي المشترك، وتوفير مساحة من الزمن النفيس للمراجعة لاستعادة قدرة الأمة العربية وفرض هيبتها الأخلاقية واستعادة الثقة مع جوارها الإقليمي والتفاهم والتعايش مع القوى العالمية، ووضع آليات ووسائل دبلوماسية واقتصادية وعلمية للاستفادة من التقنيات المتطورة حتى نلحق بالركب العالمي خدمة لأجيالنا القادمة. إننا على يقين بأن عالمنا العربي جزء هام ومؤثر في العالم الواسع، وإن آمالنا في مستقبل مشرق لأبناء هذه الأمة قائم على منطلقات صلبة ومكانة فريدة ومآثر حميدة أسهمت فيها الحضارة العربية الإسلامية أيما إسهام في مختلف العلوم والمعارف والبناء الإنساني. وبالتالي فإن تعزيز التعاون والتكامل وتبادل المنافع والمشاركة البناء مع مختلف شعوب العالم ينبغي أن تكون لنا غاية، كون ذلك من أنجح الوسائل لإبراز الموروث النافع التاريخي والحضاري للأمة وحق الشعوب العربية في التنمية والرخاء والازدهار. أصحاب المعالي والسعادة الأخوة والأخوات، لقد اجتمعنا في جلسة غير عادية لهذا المجلس في الأول من فبراير من هذا العام حول ما آلت إليه القضية الفلسطينية، وقد كان واضح الرفض الفلسطينيين والعرب لما عرف بصفقة القرن لأنها لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة. ونحن هنا إذ نؤكد على أنه بدون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فلن يكون هناك قدرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة وتوفير البيئة الإيجابية للتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إننا في سلطنة عمان آمنا بالسلام والتعايش بين الأمم والشعوب كهدف، ونسعى دوماً من هذا المنطلق لدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار للجميع. إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو مصلحة استراتيجية لهذه المنطقة وللعالم، ولهذا نعتقد بأنه ليس أمام إسرائيل من سبيل إلا لدخول في مفاوضات جدية مع الفلسطينيين من أجل بناء مستقبل أمن للأجيال الفلسطينية والإسرائيلية وفي أجواء من السلام والاستقرار وبناء المصالح المشتركة. ولا بد للمجتمع الدولي والأطراف الدولية المحبة للسلام من المساهمة في تحمل المسؤولية التاريخية والتحرك بواقعية عادلة ومنصفة لإنهاء هذا الصراع عبر إحقاق الحق وإعمالاً بالقانون والمرجعيات الدولية. لقد آن لهذه الأمة أن تنهض من كبوتها وأن تقوم بمراجعة النفس والتصالح مع الذات ومحيطها العالم
ووقف هذا النزيف الدامي في الأرواح والمقدرات، والتوجه إلى المستقبل بقلب وعقل مفتوح نحو الغد المشرق بإذن الله. وأختتم كلمتي بقول رسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: كل المسلم على المسلم حرام، ودمه وماله وعرضه. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين وصلنا؟ الآن الإخوة، الكلمة الشاملة لمعالي الأمين العام، فلتفضل. شكرا سيادة الرئيس، أصحاب السمو والمعالي الوزراء، السيدات والسادة. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتهنئة لكم معالي الأخ العزيز يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان على تولي بلادكم رئاسة أعمال الدورة 153 للمجلس الوزاري، متمنياً لكم كل التوفيق والنجاح في أعمالها وإدارتها. كما أتقدم بالشكر لمعالي الأخ محمد علي الحكيم وزير خارجية جمهورية العراق، وقد كان فعلاً حكيماً في إدارته لأعمال الدورة المنصرمة بكل اقتدار ومهنية وحكمة. السيد الرئيس، في 22 من هذا الشهر منذ 75 عاماً خرجت منظمتنا العريقة إلى حيز الوجود كأول منظمة إقليمية في العالم، لتعبر عن روح عامة جديدة سرت في أوصال هذه المنطقة العربية من أقصاها إلى أقصاها، بأن ما يجمع أبناؤها من أواصر اللغة والحضارة والتاريخ المشترك جدير بأن يترجم في صورة مؤسسية. وخرجت هذه الجامعة، جامعتكم، لتجسد هذا الوعي الجديد. ومن أجل هذا، وأنا أقتبس هنا من المادة الثانية من ميثاق الجامعة الذي تحرر في 22 مارس 1945، من أجل، وأقتبس، توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها. ولست هنا في معرض تقييم التجربة أو تقديم كشف حساب، ولكن أشير فقط إلى أن ما تحقق ليس قليلاً، بدليل أننا نجتمع اليوم وبعد 75 عاماً ولا زال سقف هذه المنظمة يظللنا، ولا زال الشعور العربي الجامع حاضراً في وعي أبناء أمتنا، ولا زال إيماننا بوحدة مصيرنا راسخاً قوياً. وقطعنا أشواطاً طيبة في تحقيق التعاون والتنسيق العربي في مجالات عديدة منذ إنشاء الجامعة حتى الآن، ولا يزال أمامنا الكثير لنحققه حتى نكون على مستوى تطلعات وطموحات الرأي العام العربي. إن الجامعة العربية لا تعاني من أزمة وجود كما نسمع بين الحين والآخر، فوجودها وفعاليتها لم يكونا ضرورين في أي وقت أكثر مما هو الآن، ذلك أن الدولة الوطنية العربية التي نشأت هذه المنظمة على أساس صيانة استقلالها ووجودها لم تكن مهددة في تاريخها أكثر مما هي الآن. لقد وصلت الأزمات العربية المشتعلة منذ عام 2011 إلى منعطفات خطيرة
وتجاوزت كلفتها البشرية أي حدود متصورة، وأصبحت عاملاً لاستنزاف المقدرات والموارد العربية، وتهديداً ماثلاً للنظام العربي في مجموعه، وليس فقط للدول التي تواجه هذه الأزمات. وليس هناك ما هو أثقل على الضمير العربي من أن نشاهد أهلاً لنا في سوريا وهم يشردون بمئات الآلاف ويقبعون في مخيمات لا تحمي من برد الشتاء القارس، أو يطرقون أبواب اللجوء في بلدان غريبة وقد صارت مأساتهم الإنسانية مجرد ورقة ضغط ومساومة تتلاعب بها هذه القوة أو تلك. وليس هناك ما هو أثقل على الضمير العربي من أن نرى الصراعات وهي تمزق أوطاناً مثل اليمن وليبيا إلى حد يهدد وحدتها واستقلالها، بل ويشكل أخطاراً حقيقية على جيرانهما. جميعنا يعلم أن الحلول العسكرية لن تحسم هذه النزاعات، وجميعنا يعلم ألا رابح في الحروب الأهلية، فالخاسر مهزوم والمنتصر مهزوم. لقد آن الأوان أن تسكت المدافع، فالخطوة الأولى نحو حلول سياسية هو وقف شامل وفوري لإطلاق النار على كافة الجبهات العربية المشتعلة في سوريا. يظل الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254 هو المخرج الوحيد لعلاج جراح هذا البلد، الذي ندعو جميع الأطراف الخارجية أن ترفع أيديها عنا وأن تتوقف عن إدارة معاركها بدماء سورية وعلى حساب مئات الآلاف من اللاجئين، أغلبهم من النساء والأطفال. وفي اليمن يظل الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2216 هو السبيل إلى تسوية في الداخل تضمن للجميع تمثيلاً في السلطة، كما تضمن لجيران اليمن الأمن، وتعيد لهذا البلد العربي المهم استقلاله عن القوى الخارجية. في ليبيا وضع المجتمع الدولي خارطة طريق في مؤتمر برلين، وعلينا متابعة تنفيذ مخرجات هذا المسار. الخطوة الأولى هي تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار واستكمال مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأغتنم هذه الفرصة لكي أتقدم بخالص التحية والتقدير للدكتور غسان سلامة الذي أدى مهمته عبر السنوات الثلاث الماضية كمبعوث أممي إلى ليبيا بكل اقتدار وتجرد ورغبة صادقة في جمع شمل الليبيين على كلمة سواء. وأرجو مخلصاً أن يكون خلفه في هذا المنصب المهم على ذات القدر من الدراية والمعرفة بهذه المنطقة ومجتمعها وثقافتها وتاريخها حتى يتسنى له النجاح في مهمته. أقول في سوريا واليمن وليبيا أن القوى الخارجية لعبت دوراً سلبياً، فاقم من النزاعات وأدى إلى إطالة أمدها وفتح جبهات إضافية فيها، حيث زرعت هذه القوى جرثومة الميليشيات التي تحارب بالوكالة وتتبنى أجندات غير متسقة بل حتى معادية للدولة الوطنية من حيث المبدأ. إن لقد آن لهذه القوى أن ترفع أيديها عن الأراضي العربية، ففي نهاية المطاف لن تستطيع هذه القوى غير العربية أن تحفر لنفسها وجوداً دائماً على الأراضي العربية وكل مشروعاتها ومخططاتها إلى زوال طال الوقت أم قصر. إنني أدعو بعدما يقرب من العقد من الصراع والاحتراب إلى حلول عربية للمشكلات العربية، وأزعم أننا بإرادتنا الجماعية قادرون على الوصول إلى هذه الحلول
وأن هذه الجامعة العربية تستطيع القيام بأدوار مفيدة ومقبولة جنباً إلى جنب مع الجهود الإقليمية والدولية الأخرى من أجل الوصول إلى التسويات اللازمة لإنهاء هذه الأزمات. سيد الرئيس، لقد أنهكت الصراعات الدامية العالم العربي كما قلتم، وفتحت شهية الجيران للتمدد والتغول، وحاول البعض في غمرة هذه الأحداث العاصفة الترويج لفكرة مغلوطة وخطيرة مؤداها أن العرب ما عادوا يهتمون بفلسطين، فلسطين الشعب وفلسطين القضية. أقول إنها فكرة مغلوطة، لأن العرب يعتبرون القضية الفلسطينية جزءاً من شخصيتهم الحضارية، ويرون الدفاع عنها والنضال من أجلها دفاعاً عن وجودهم وثقافتهم وهويتهم الجامعة. وهي أيضاً فكرة خطيرة، لأنها أوحت للبعض أن يستغلوا الاضطراب الحالي لمحاولة سرقة القضية وتثبيت وضع الاحتلال القائم باعتباره الحل الدائم، ليس عبر مفاوضات أو اتفاق أو تسوية سياسية، ولكن من خلال مذكرة تفاهم بين الدولة العظمى التي كانت ترعى هذه العملية السياسية والقوة القائمة بالاحتلال، وتطالب الفلسطينيين بالاستسلام. لقد رفض الفلسطينيون خطة السلام الأمريكية، ورفضها هذا المجلس الموقر في اجتماع طارئ عقد في الأول من فبراير الماضي بعد أيام معدودة من إطلاقها. وما نتأكد منه اليوم هو أن هذه الخطة ما هي إلا رخصة لإسرائيل من أجل تسريع الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية والقضاء على حل الدولتين قضاء مبرما. وشهدنا خلال الأيام الفائتة الإعلان عن خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. وفي 25 فبراير أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خطط لبناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة E1 التي نعرف جميعا أنها تقسم الضفة إلى شطرين، بما يقضي على أي إمكانية لدولة متواصلة الأطراف في المستقبل. إنها خطة واضحة بخلق واقع جديد على الأرض بضوء أخضر للأسف من الولايات المتحدة. ومن واجب المجتمع الدولي كله أن يتصدى لإنقاذ ما تبقى من حل الدولتين، إذ أن بديله المنطقي الوحيد أي الدولة الواحدة لن يكون مقبولاً من أحد لو اقترن بمنظومة للفصل العنصري. سيد الرئيس، عود على بدء، تظل هذه الجامعة وبعد 75 عاماً على إنشائها بمؤسساتها ومجالسها ومنظماتها المتخصصة العنوان الوحيد لوحدة الكلمة ووحدة الصف العربي، هي الأداة التي تمكننا من العمل سوياً من أجل الازدهار المشترك، وأيضاً في مواجهة المخاطر والتهديدات. منذ أيام انعقدت دورة عادية لمجلس وزراء الصحة العرب بمقر الأمانة العامة بشأن وباء فيروس كورونا المستجد، وقرر المجلس عقد اجتماع طارئ واستثنائي على مستوى الخبراء والمتخصصين العرب لمراجعة خطط الاستعداد والرصد وتبادل الخبرات خلال أيام. أسوق ذلك التحرك نموذجاً على ما توفره هذه المنظمة من وعاء للتحرك الجماعي السريع وآلياته. مثل ذلك كثير مما يبذل على مستويات مختلفة حيال كافة الموضوعات التي تتعلق بالتنمية العربية ورفاهية الإنسان العربي وتحقيق التكامل بين دول هذه المنطقة. أقول ونحن نحيي ذكرى 75 عاماً على إنشاء هذه المنظمة أن من واجبنا، وقد تسلمنا الراية، أن نحافظ على هذه المنظمة الأم، أن نصد عنها معاول الهدم التي تسعى للنيل منها.
وأن ارتقاء بأدائها حتى تظل كما كانت طيلة هذه العقود صوتا لنا جميعا وبيتا يجمعنا تحت سقفه وآلية عمليات ومؤسسية لتحقيق التكامل العربي على أساس المصالح والمنافع وليس فقط المشاعر والعواطف. سيادة الرئيس، كلمة شكر أخيرة أوجهها إلى الإخوة في الإمارات العربية المتحدة وبالذات إلى كل من معالي الوزير سمو الشيخ عبد الله بن زايد ومعالي الوزير دكتور أنور قرجاش على ما قدماه من مساهمة قيمة وكريمة في تحديث هذه القاعة العتيدة وتطويرها بالشكل الرائع الذي تبدو عليه اليوم. فكل الشكر لكم أخوتنا الأعزاء، وهذا عهدنا بكم دوما، ونتطلع إلى الاحتفال قريبا بافتتاح مبنى الملحق الذي نشيده بمنحة كريمة من جمهورية العراق. شكرا جزيلا. نشكر معالي الأمير العام على الكلمة الوافية الشافية التي ألقاها أمامكم، وأدعو السيد كريستيان ساندر الممثل منظمة الأونروا ليلقى كلمته. Dear Mr. Chairman, dear Secretary General Dr. Abu Ghaid, Excellencies, distinguished delegates, الوفود المقراء سيدات والسادة. It is always a great honor. إنه شرف كبير أن أتواجد هنا في جامعة الدول العربية وهي أول شريك لأتحدث إلى هذا المجلس. إنها فرصة للتحدث عن وجعل العلاقات بيننا أقوى، وأنا شاكر وممتن كثيرا لسيادة الدكتور أحمد أبو الغيط على دعمه الكامل للأونروا ولالتزامه بدعم اللاجئين الفلسطينيين، كما أنني ممتن للدعم السياسي الذي تقدمه الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وللكرم والدعم المالي الذي يبرزونه مملكة العربية، المملكة العربية السعودية، قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. هم أكثر المتبرعين الذين يقدمون تبرعات للأونروا، وأيضا ممثل المملكة الهاشمية الأردنية، لبنان وفلسطين. تعبر الأونروا عن امتنانها للوفاء بمسؤوليتهم العريقة للاجئين الفلسطينيين لأكثر من 7 عقود حتى الآن. إن جامعة الدول العربية لطالما أظهرت موقفها الراسخ للدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن المنطقة، يجعلنا دائما نتساءل عن موقف إسرائيل، ونجعلنا دائما نتساءل عن موقفها مما تريد القيام به مقدما. فالخطة الأمريكية الخاصة بالسلام تهدد المنطقة، ولذلك فإن الجلسة العادية لجامعة الدول العربية تؤكد على أنه لابد من حل الدولتين، وبما ذلك أيضا قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الأمم المتحدة. لدينا مخاوف أن الخطة الأمريكية تشكل تحديات للوكالة الأونروا، والأونروا قال أيضا تجاه الدور الذي تطلع به للقيام على حماية اللاجئين الفلسطينيين. لقد قمنا بإرسال رسائل واضحة وقوية تؤكد على التزامنا، ولكن رغم عدد المشاركين الذين يشاركوننا في الأونر ويساعدوننا دائما، ولكن لازلنا نواجه تحديات كبيرة في الدول الأعضاء، ولذلك نواجه تحديا كبيرا من حيث التمويل للأونر
فهناك الكثير من الآمال المعلقة التي نعمل على تحقيقها، ولكن دون الدعم الوافي لن نتمكن من الاستمرار في تحقيق الدعم للاجئين الفلسطينيين. وهناك مخاوف أخرى حول إنهاء دور الأونروا في القدس الشرقية في عام 2018، كما كان هناك تدخل في أنشطة الأونروا وقاموا بتهديدات متكررة لإغلاق المراكز الأونروا والخدمات التي تقدمها في القدس الشرقية، وكانت هناك حملة محلية في القدس الشرقية في ذلك الوقت عندما تم توجيه مشروع قرار في البرلمان بحصر دور الأونروا وتواجدها في القدس الشرقية، إلا أن ذلك التشريع نص مشروع القانون لا زال في الكنيسة الإسرائيلية يتم دراسته، ولكن عند اتخاذ هذا الإقرار سيكون هناك لابد من تدخل المجتمع الدولي لمنع حكومة إسرائيل والحكومات الأخرى وقيامها وإجبارها على دعمنا ودعم عملنا في القدس الشرقية وعدم اتخاذ أي قوانين وأي إجراءات ضد وكالة الأونروا. وقد تم الإيضاح لوزير الخارجية الإسرائيلي أن الاتفاق المشترك بين الأونروا وإسرائيل تم توقيعه في عام 1969 ولا زال فعالا، وأن الأونروا تقدم حماية وأنه ينص على حماية الأونروا من أي تدخلات. كما أنني أتذكر أن وكالة الأونروا أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها لازالت معنية بتوفير الحماية لمنظمة الأونروا ولخدماتها التي تقدمها وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومثلما وإلى أن تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة عكس ذلك. لذلك كان أيضا تم التحدث عن هذا الموقف مع مجلس الأمن للأمم المتحدة والتأكد من أن وهناك مراقبة عن كسب للوضع الحالي في القدس الشرقية، إلا أن أثناء نقوم بمزاولات عملنا كل عام الذي يتطلب وقتا ومجهودا متوازنا، إلى أن الوضع المالي لدينا لازال ينحدر ولازال الدعم المالي للوكالة أقل من المتطلبات الرسمية التي نحتاجها، إلا أن التزمنا مثلما أوضحنا في ديسمبر حتى ثلاثة أعوام حتى يونيو عام 2023 يتطلب إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي قامت بإرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي وللاجئين الفلسطينيين أنفسهم باستمرار الأونروا بالقيام بدورها، إلا أن هذا يتطلب مسؤوليات، وجزء من تلك المسؤوليات هو تمويل الأونروا للقيام والوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. لا يوجد هناك شك في السخاء والكرم الذي قابلته هنا، ولكن أؤكد أن هناك احتياجات مختلفة للاجئين الفلسطينيين لابد من الوفاء بها، كما أن قام شركائنا الإقليميون بزيادة إسهاماتهم وتبرعاتهم للوكالة على مدار العقد الماضي، والعديد من الدول قامت أيضا بالتبرع بالمثل، إلا أنني لا يمكنني أعبر أو أصف بكلمات كم أثني على ذلك الدعم، إلا أن الالتزامات والقيود المالية التي تم فرضها علينا في عام 2019 جعل هذا العام غير مستداما، ومما أدى إلى توقيع نتائج وخيمة على اللاجئين الفلسطينيين. لذلك لابد من هناك أن يكون هناك تمويل عاجل لوكالة الأونروا حتى تستمر في القيام بعملها. لم نقل هذا مرة ولكن مرتين بأكثر من 30 مليار دولار قمنا بتوفير، ولكن دون هذا المبلغ لن نتمكن من جعل الموظفين لدينا من القيام بالوفاء بأعمالهم. وكنتيجة لذلك بدأنا في عام 2020 بديون تصل إلى حوالي 55 مليون دولار، وحتى الآن وصلنا بتعهدات ب 299 مليون دولار أمريكي من إجمالي 1.4 مليار دولار، وإذا لم نحصل على
جمهوريه الاخر فاننا لن نتمكن من الوفاء بالتزاماتها وستنفذ مواردنا الماليه بنهايه الشهر القادم. لذلك ارى ان هناك كيف يمكننا الوفاء بحاجه اللاجئين الفلسطينيين هذا العام اذا استمرنا بهذا بمعدلات عام 2019 في الاردن ولبنان وسوريا وفي الضفه الغربيه وفي القدس الشرقيه، وبالتالي ستوقف اعمالنا في كل تلك المناطق اذا لم نحصل على الدعم اللازم. لذلك هناك الكثير من القيود المفروضه على توسعنا من تجنيد موظفين اخرين، من الكثير والكثير من المواكب المركبات اصبحت عتيقه، والكثير من المعدات في مدارسنا اصبحت عتيقه او مكسوره. لا زال مجتمع اللاجئين متزعزع بسبب الاجراءات التي قمنا بها، من تقليل برنامج التعليم الى تقليل المساعده الطارئه التي يتم توجيهها للاماكن المحتله في فلسطين وفي سوريا. لذلك فانني ادعوكم الى المساعده لنا للاستمرار في توفير الخدمات اللائمه، وقريبا لن يكون لدي اي خيار سوى وقف المساعدات. لذلك انني اؤكد انه عند ضمان تعهدات ماليه جديده والوفاء بالالتزامات الماليه بسرعه يمكننا ان نستمر في توفير الدعم والخدمات اللازمه للاجئين الفلسطينيين. لذلك ادعو كافه الشركاء للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الماليه التي تعهدت بها في عام 2018 وان يكونوا اكثر سخاء هذا العام. لذلك ادعو شركائنا المقربين لمساعده الأونروا في مواجهه التحديات التي تواجهنا. ولذلك هناك بالطبع صراعات سياسيه كثيره تؤدي الى تضخم تلك وتؤدي الى تحقيق زخما الى تلك التحديات، الا ان الخفض وعدم الوفاء بالخدمات التي تقدمها الأونروا سيؤدي ايضا سيكون لديه تاثير غير معروف على مدى استقرار في المنطقه. لذلك نحن نحتاج الى الدعم الكامل للمجتمع الدولي الان في واكثر من اي وقت مضى. شكرا مجددا على السماح لي بالتحدث في هذا الاجتماع الهام، وأعبر عن مدى تقديري للدعم والتضامن الذي أظهرتموه للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1988. الأونروا هي شريك دائم وهي سعيدة بأن تكون شركاء لها، وسنستمر في توفير دعمنا للاجئين الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات اللازمة لهم للعيش بكرامة طالما نستطيع ذلك. تظل الأونروا وتقف بجانب اللاجئين الفلسطينيين وإلى حل النزاع وإيجاد حل عادل متفق عليه من قبل الطرفين يحترم حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويمكنه أن يقف صلبا تجاه الزمن. لم ينتهي عملنا بعد، وسنستمر في احتياج دعمكم القوي. شكرا جزيلا. نشكر سعادة ممثل الأونروا وندعو السيد جير بيدرسون مبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا ليلقى كلمته. Excellencies. معالي رئيس الدورة العادية، معالي الأمين العام جامعة الدول العربية، شكرا على منح هذه الفرصة لأخبركم حول تطورات الوضع أوضاع في سوريا وجهودي لتسهيل إيجاد حل سياسي للنزاع هناك. إنه شرف لي أن أتواجد معكم اليوم، وسعيد أن أقابل الكثير من الأصدقاء القدامى، وسنستمر في العمل عن كسب معا لمواجهة هذا التحدي الهائل. إن النزاع في جمهورية العربية السورية وصل إلى عامه العاشر، ولا زال السوريون يواجهون الصراع والعنف والموت والإزاحة والنزوح القسري والتهديد وتدمير المؤسسات بشكل واسع، وهذه المعاناة هي مستمرة إلى يومنا هذا. نصف السكان قاموا بالنزوح من منازلهم إلى الأردن، لبنان، العراق، تركيا، ولديهم لاجئين سوريين
المستثمرين بالملايين وكما أن هناك دول أخرى مضيفة في المنطقة وما وراءها. الصراع يهدد السلام الدولي والأمن مثل ما نشهد اليوم، إلا أن الطريق إلى السلام يبدو أنه صعبا للغاية، وهناك ثقة قليلة في الجهود المبذولة ولا توجد إرادة سياسية كافية لحل السلام. سوريا واقعة في الكثير من النزاع وتحتاج إلى خدمات إنسانية كبيرة، وهناك تحديات اقتصادية كبيرة، ولا زال هناك مخاطر كبيرة من قبل الجماعات الإرهابية لإيجاد حل سياسي شامل. لابد أن يكون هناك سيناريو للسلام، وخاصة أنه في خاصة أنه يتعرض لخطر كبير، خاصة وأن سوريا تواجه مستقبل مهدد وفي حاجة كبيرة نتيجة للتدهور الأوضاع الاجتماعية هناك. إن هدفنا المشترك هو تحقيق الاستقرار في سوريا وجعل الأوضاع في سوريا أكثر آمنة وأكثر أمنا وأكثر كرامة، وتحقيق استقلال سوريا وسيادتها وتجعلها أكثر، وتحقيق الكرامة الإنسانية لجميع السوريين. إلا أن هناك تصاعد كبير وحروب أكبر، وهناك حالات وفية أكثر كما نشهد في إدلب اليوم ولعدة أشهر حتى الآن. السوريين في إدلب يواجهون ضربات عنيفة من الجو والأرض، مما أدى إلى نزوح الآلاف من المدنيين وخسارة وفقد كثير من الأرواح، أكثر من 2000 شخص تم نزوحهم منذ ديسمبر 1 ديسمبر الماضي. النساء والأطفال يشكلون 81% من الشعب الذي نزح عن سوريا، وتم تقويض البنية التحتية والمدارس وتدميرها. الأزمة الحالية محتدمة وهي في أوجها، وهي أكثر سنة واجهها السوريون. إدلب واجه 3 مليون من اللاجئين السوريين الذين يعيشون حاليا في مخيمات اللاجئين. هناك مقاتلين يرفضون التصالح مع الحكومة السورية، وأيضا إنها مكان للمنظمات السورية الأخرى والتي ترفض أي التزام بأي معايير دولية، وتستمر في القيام بانتهاكات ضد المدنيين والحكومة السورية. بالنسبة للحكومة السورية فهي تحاول السيطرة على الأوضاع في سوريا نفسها والحفاظ على سيادة أراضيها واستقلالها. سيادة الرئيس، إدلب أيضا هي مكان اتفقت في تركيا وروسيا على حل النزاع وعدم التصعيد، ولكن اليوم أصبحت مكان ل الصراع بين القوات التركية والحكومة السورية، مما يضيف أيضا إلى تأزم الصراع. لقام الأمين العام وأنا أيضا بالدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في سوريا، لكن العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المختلفة لا تحترم القانون الدولي وتستمر في هجومها ضد المدنيين السوريين و تفقد أي معايير دولية. سيادة الرئيس، غدا سيقوم الرئيس بوتين وأردوغان باللقاء في موسكو، وأنا واثق من أنكم جميعاً ستنضمون إلي في حثهم على إيجاد حل سياسي فوري يمنع أي معاناة إضافية تضاف للمدنيين السوريين، والقيام بالتعاون بدلاً من المواجهة ومواجهة التعديات في إدلب، وخلق وإيجاد معيار قوي حل عملية السلام وإحلال السلام في سوريا. أنتم تعرفون جيدا أن في إدلب هناك 5 جيوش داخل سوريا تتصارع، مما يهدد السيادة والاستقلال السوري. بالتأكيد هناك تقارير عن ضربات مختلفة تقنت مواجهة، وهذا يذكرنا بأن المواجهات محتدمة في مختلف أنحاء سوريا. وبالطبع
هذه الطبيعة. لا تزال هناك جماعات متبقية من الجماعة الإرهابية داعش أيضا. سيادة الرئيس، هذه المأساة توضح وفقا لقرار الأمم المتحدة 2242 أنه بالتعاون مع الحكومة السورية والمعارضة السورية لابد أن يتعاون سويا لإيجاد تسوية سياسية. ولقد حاولت أو وضعت 5 أولويات لابد من تحقيقها. أولاً بناء أولاً انخرط مع أو تجميع آراء وجهات النظر بين الحكومة السورية والمعارضة والقيام بدور حيوي ولعب الدور الحيوي للحماية على المجتمع المدني في سوريا. وأرى أن هذا الحوار هام لجمع بين الحكومة السورية والمعارضة، خاصة أنهم لا زالوا يفقدون الثقة في بعضهم البعض. لذلك لابد أن نحقق معيار الثقة حتى نستمر في دفع الحوار قدما. ولكن هناك تحديات كبيرة هائلة تواجهنا. لا تزال الحكومة تشك في نية المعارضة وتأمل إلى تحقيق تشك في أن تحقق سياسيا ما ستعجز عن تحقيقه بالناحية العسكرية. أما أن المعارضة لا تزال تشك في استعداد الحكومة السورية لتحقيق أي سلام ولتحقيق أي سلام شامل في سوريا. المصريين العاديين المواطنون العاديين لا يفقدون الأمل في أي عملية أو أي سلام أو تحقيق أي مستقبل أفضل لأسرهم ولدولتهم. وتزال الانقسامات متحتدمة، وهناك انقسامات وطنية، انقسامات لا يبدو أنها تتعمق وأصبحت أكثر عمقا عن ذي قبل. هذا يدفعني إلى الأولوية الثالثة، هي تسهيل اتفاق و تحقيق تسهيل أعمال اللجنة الدستورية في جنيف بتحقيق الحوار السوري وفتح الباب أمام رأب الصدع بين الأطراف السورية. وذلك لأن تم اجتماع هذه اللجنة مرتين في جنيف، وأول اجتماع صار على ما يرام، ولكن الاجتماع الثاني لم يتحقق بشكل واضح. لذلك أنني أدعو أن يتم جمع بين الحكومة السورية والمعارضة والاتفاق على جدول أعمال يتفق مع ما تم الاتفاق عليه من قبل والانخراط في المناقشات لتحقيق والقيام بتحقيق الدستور. لذلك أتمنى أن نقوم بإرساء عمل اللجنة الدستورية في جنيف، ولكن هذا يتطلب أيضا إرادة سياسية. سيادة الرئيس، اللجنة الدستورية بالطبع لن تحل الصراع، ولكنها ستسهم في رأب الصدع، أعتقد أنها ستضيفنا أيضا إلى العنصر الآخر وتحقيق رأب الصدع وفقا لقرارات الأمم المتحدة. الأولوية الرابعة هو البحث عن أي إمكانيات لوقف وإفراج عن المحتجزين والتأكد من الإفراج عن المحتجزين ومعرفة مصير المختفين. هذا يؤدي بالطبع إلى تحقيق أمال الأسر السورية في جمع شملها مع بعضها، وأعتقد أنها ستكون بداية جديدة. وأندم على أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في هذا الملف الهام. ثم الأولوية الخامسة هي بالطبع التعزيز التعاون الدولي بشكل أكثر، لأن دون هذا التعاون الدولي لن يتم تحقيق أي تقدم. للأسف مجلس الأمن ليس متحدا، ولا زال هناك الاجتماع من اجتمعوا فيه الأستنة ومن اجتمعوا بعد ذلك لم يتفقوا أبدا على مساعدة وإحراز أي تقدم في سوريا. لذلك لازالت هناك مناقشات دائرة، ولذلك لابد من تحقيق التعاون الدولي لتسهيل العملية السياسية التي يتم مناقشتها في جنيف. وأعتقد أن
تقدم خطوة خطوة والجمع بين السوريين ومناقشة المتطلبات المختلفة. كل هذه التحركات يمكنها أن تجمع وتحقق الثقة بين الأطراف أطراف النزاعين وتحقيق وإنهاء الأزمة والصراع بحلول عام 2024. أعتقد أن كافة الدول العربية يمكنها أن تشارك في رأب هذا الصراع وبشكل فردي وبشكل جماعي. دعمكم في مساعدة سوريا تحقيق وتحقيق أمال الشعب السوري باستقلال دولتهم بحلول عام 2024 هو مسؤولية مشتركة. سوريا الآن منقسمة بسبب فشل المجتمع الدولي في إنهاء العنف أو حتى احتوائه، وهذه أمور هامة للتأكيد من أن يستمر العمل لتحقيق حل سياسي وتحرك اللاعبين الدوليين لتحقيق المصالح المشتركة وتحقيق المصالح الإنسانية للشعب السوري. لذلك لابد أن نعمل معا لتحقيق سيادة سوريا واستقلالها وسيادتها على أراضيها وتحقيق أمال الشعب السوري لأن يتمكنوا من تقرير مصيرهم بأنفسهم ووفقا لقرار مجلس الأمن وذلك بحلول عام 2024. شكرا جزيلا. معالي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، وقبل أن نرفع الجلسة أعطي الكلمة للأخ الوزير أحمد القطان بناء على طلبه. شكرا سيد الرئيس. أود أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل الدول العربية والإسلامية وغيرها من الدول الصديقة والمنظمات والهيئات الإسلامية التي أيدت القرار الحكيم لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله القاضية بتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية الاحترازية الاستباقية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد وفق المعايير الدولية، ومن ضمن تلك الإجراءات تعليق تأشيرات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً كواجب شرعي أمرنا بأدائه ديننا الحنيف لدفع الضرر واتخاذ كافة الاحتياطيات لمنع انتشار الأوبئة والأمراض بين المسلمين، وترجمة لحرص حكومة بلادي ودورها الريادي في خدمتهم والعناية بهم وحمايتهم من مثل هذه الأوبئة. شكرا سيد الرئيس. شكرا. ما في شك أن وصلنا إلى نهاية الجلسة العلنية. آسف احنا عاد وصلنا إلى جانب. وهذه الكلمات ستجدونها على موقع الجامعة العربية إذا أعطيت لهم. ونرفع الجلسة العلنية ونتوجه إلى الغداء، والغداء يمكن يكون مدة ساعة يعني معلم العام المساعد يبغى تكون الساعة 4، والرئاسة ما عندها مانع، ونبدأ الجلسة المغلقة عندنا.